نتعرف اليوم على هذا التابلت S10 من شركة جيتا. طبعا راح نتعرف على كل مميزات ومواصفات هذا التابلت ونشوف مع بعض. اول شيء لما نفتح الكرتون ايش يجينا مع هذا التابلت. طبعا اول شيء التابلت كالعادة عندنا هذا، شوف مع بعض، حافظة للتابلت بحيث انها تحمي الجهاز من الامام والخلف، وكمان معاها استيكر حماية. طيب نشوف مع بعض ايش كمان عندنا هنا، قلم لمس، وكمان سلك شاحن بمدخل مايكرو. طيب ووصلت OTG بمدخلين، مدخل مايكرو لنفس مدخل الجهاز، والمدخل الثاني USB. وعندنا هذه طبعا اكيد كلنا نعرفها، لصقات عشان ننظف الشاشة ونحط استيكر حماية. وعندنا هنا كتالوج طبعا بلغتين، هنا اللغة الانجليزية للناس اللي ما تعرف الا الانجليش، وكمان باللغة العربية، يعني اي معلومات اي شيء اي حاجة مثلا ما عرفناها نقدر نشوفها من الكتالوج. كمان عندنا هنا عندنا سماعات سلكية، واخر شيء فيش، واخيرا الفيش. طبعا مستحيل يجينا السلك بدون الفيش، وكل هذه الملحقات راح تجينا مع هذا البوكس حق الجوال، يعني مدلعينكم على الاخر، كفر حماية للجوال وكمان ستيكر حماية، وعندنا سلك شاحن وقلم تاتش وفيش وسماعات وكتالوج وكمان مسحة عشان ننظف الشاشة ووصلت وتجي، يعني كل هذه الأشياء تجينا مع الجهاز. خلصنا من الملحقات نيجي للجهاز، وهذا حجم الجهاز. يجينا الجهاز بشاشة حجمها 10.1 إنش مع خاصية IPS الحامي للعين، يعني وقت نستخدم الجهاز أو نلعب أو مثلا ندرس عليه راح تحمي عيوننا من الأشعة الضارة. وكمان بطاريته جدا قوية 5000 ملي أمبير، ومعالج قوي كمان رباعي النواة، ونظام التشغيل أندرويد 9، الرام 2 والذاكرة 16 جيجا، وكمان يمدينا نركب ذاكرة خارجية مساحتها 128 جيجا بايت، وكمان فيه مدخل لشريحة 3G، ويحتوي على كاميرتين، كاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل. طيب ندخل مع بعض على الكاميرا ونشوف، شايفين واضح جدا وصافي، وكمان وقت نعمل زوم مثلا للصورة شايفين يكون برضو التصوير واضح ويجنن، شايفين. وبما ان البطارية كبيرة والمعالج قوي نقدر نحمل كل تطبيقات الدراسة عن بعد، وكمان الالعاب اللي تكون اونلاين وتستهلك بطارية كبيرة، وكمان عندنا تطبيقات السوشيال ميديا نقدر نحملها، وكمان في بعضها تكون محملة اساسا، ونقدر نحمل الالعاب، وعندنا متجر بلاي اذا نحمل تطبيقات والعاب اكثر واكثر فندخل عليه ونحمل. طيب بنجرب واحدة من الالعاب كذا، خسرنا. ولأن الشاشة كبيرة راح يكون ممتع ان نتفرج عليها ببرامجنا المفضلة والأفلام، وكمان النباتات نحبها. تختاروا اللي يعجبكم، عندكم اللون الذهبي والاسود والفضي، وللطلب زوروا موقعنا على الانترنت www.عجيبغريب.com، والتوصيل طبعا مجاني
لكل مدن المملكه.